هنعمل مخلل الخيار، ولا اسرع من كده ولا اسهل من كده. كيلو خيار مقطعينه شرايح، ممكن الخيار ده يبقى سليم، ممكن يبقى اي حاجه، انتوا صوابع اللي انتوا عايزينه، المهم التكنيك. 4 فصوص ثوم وورقتين لورا واتنين فلفل احمر حامي ناشف، كوبايه خل او اقل لو احنا بنحب طعم الخل ما يكونش باين قوي في المخلل بتاعنا، معلقتين عفوا كبار ملح، ربع كوبايه سكر، وميه مغليه. هجيب حله وفي الحله دي عايزين بس نشيل الزيت ده من على النار عشان كنا ناسينه. دايما لما نخلص قلي يا جماعه اول حاجه نعملها ان نشيل الزيت من على النار، والزيت ده كمان احنا سيبناه على النار كتير فعايزين نشيله، كفايه كده يهدى بس. تمام، ونبدا نخلل الخيار. هنعمل ايه؟ هنحط كل حاجه مع بعضيها. انا هحط الخيار اهو، هصب عليه الخل، هغطي وشه بالميه، وهضيف له اللورا والفلفل الحامي، فصوص الثوم اللي هتدي طعم خفيف كده بحلاوه قوي، وادي السكر، وادي الملح. تقليبة، ومجرد ما يغلي غلوة واحدة فقط لا غير هشيله من على النار. شيل الخيار من على النار، وعايزاكم تبصوا على الخيار بسرعة قبل ما نشوف المقادير. شوفوا لونه بقى عامل ازاي، لونه طبعا بقى فيه تغيير، ما عادش الاخضر الزاهي بتاع الخضار الفريش، بقى اللون بتاع المخلل. بس هنسيبه يبرد في السائل ده وهيبقى احلى مخلل خيار في الدنيا. ارجوكوا بس لما نشيله من على النار ما نسيبوش، او لما نحطه على النار ما نسيبوش يتهري، نشيله وهو مقرمش، علشان ده هيخلي المخلل بتاعي متماسك ومقرمش وعمره اطول وحاجات كتيره جدا جدا جدا، وما يبقاش مهري كده في الميه ومفعص. دي مش احلى حاجه بالتاكيد. يلا معاكم ايه على الشاشه احكولي وانا اقول الخيار المخلل. الخيار المخلل كل اللي عملناه ان احنا خدنا الخيار الجميل ده حطناه على النار مع الميه والملح والسكر والثوم، غلي غلوه واحده بس، يعني عايزه اقول لكم انه بيكون مستوي حتى قبل ما يغلي بس، وبنشيله ونقدمه ويبقى عندنا مخلل خيار بيتي في 3 ثواني، ولا تروحوا تشتروا ولا تتعبوا نفسكم ولا مشاوير ولا غيره. ودي بقى طريقة جميلة كمان لإيه، للتخلص من الخيار اللي مش راضي يتاكل، فاهمين؟ لو بقى باقي عندكم خيار أو حاجة، دي طريقة جميلة جدا للتعامل معاه.